الأكل، الثقافة، الشعب، جمال الطبيعة. بلد سحرتني بكل شيء. البلد اللي كانت مدمرة تماماً فقط من 20 سنة، والحين صارت هدف لأكثر السياح في الوطن العربي. أكثر من 50% من شعبها مسلم، والباقي منقسم إلى ديانات أخرى، وهذا اللي أعطى عاصمتها سراييفو لقب قدس أوروبا بسبب تعايش الديانات المختلفة عن قرب. اليوم راح نتعرف على أهم الأماكن اللي لازم تزورها إذا رحت البوسنة. أعطونا لايك وانشروا الفيديو لأحبابكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير وبصحة وسلامة. يا مرحبا بكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم عن البوسنة وأهم الأماكن السياحية اللي لازم تزورها إذا صرت البوسنة. أنتوا شفتوا طبعا أول فيديوهين من البوسنة، واليوم الفيديو من منظور سياحي لأي واحد يبغي يعرف الأماكن المهمة اللي تبغي تزورها في البوسنة. جايب لكم هالفيديو، تابعوه وإن شاء الله يعجبكم. تعال نبدأ. طبعا نحن بدينا رحلتنا من العاصمة سراييفو، وفي العاصمة أهم مكان لازم تزوره والكل يزوره تقريبا أول مكان بتصير له هي البلدة القديمة في سراييفو. هذه البلدة يعني معمارها حلو وجوها جميل جدا وسياحي، وفيها أماكن وايد يعني تقدر تشوفها في البلدة القديمة نفسها، وأولهم مسجد غازي. هذا المسجد اللي هو يعتبر مكان ديني وبعد في نفس الوقت مكان سياحي، وفي عندهم مكتب، يعني عندهم دليل مكتب معلومات يخبرك عن كل المعلومات عن المسجد وتاريخه، ومنظره حلو جدا، وحتى صلينا فيه العيد. وطبعا انت يبغي لك تسال الناس يعني شو هي المطاعم الشعبيه اللي تقدم الاكلات البوسنيه، وان شاء الله يعني بتحصل لك مطعم. انا صراحه حصلت مطعم يقدم اكل بوسني، هم يسمونه شباب تشيتشي، هو نوع من الكباب ويا خبزه، واذا عاد تحب البصل يحطوا لك، هم ياكلوا فيه وايد بصل صراحه. انا مو من النوع اللي احب البصل، فتقول له قلل وتحط، لازم تقول له يحط الكريمه، بدون كريمه يستوي جاف، يعني لحم وخبزه، شو السالفه؟ هذه اكلتهم المشهوره. طبعا أنا الحين موجود في أعلى قمة في سراييفو. هذه القمة طبعا تطلعها بالتلفريك، جميلة جدا، رائعة وأجواءها جميلة. الشخص الواحد أتوقع 20 فرنك روحة وردة، يعني الأجواء رائعة. سراييفو كلها تخيل هناك يا الربع، يعني سراييفو كلها طلعت، يعني تحس أنها هضبة هضبة، هضبتين في النص مدينة سراييفو، وعلى الجوانب طلع هذه فوق هي التلفريك، هذا تشوفونه، شوفوا صراحة منظر رائع جدا خيالي، خاصة في وقت الغروب. زين، هذه الأماكن يعني المكانين أو 3 أماكن في سراييفو. بعدين لازم تزورون شلالات كرافيتشا. هذه الشلالات تعتبر الأجمل، أجمل شلالات يمكن أنا شفتها في حياتي، وسوينا رحلة خاصة لكرافيتشا. طبعا هي قريبة من مستر، فنحن خذينا سيارة تقريبا 3 ساعات من سراييفو لكرافيتشا، يعني مواصلات العامة ما أتوقع وما أنصح فيها، يعني يفضل أن يكون عندك سيارة تروح فيها لشلالات كرافيتشا، ومن بعدها هناك تروح بتزور مدينة مستر اللي تبع تقريبا 50 دقيقة. طبعا الحين وصلنا للشلالات، شلالات كرافيتشا أشهر شلالات يمكن في أوروبا كلها، جميلة جدا وساحرة. أنا طبعا شفتها بس بالنت، أبغى أشوف هل هي مثل ما يبين في يعني في الصور، أبغى أشوف الحين وبنعرفكم عليها أكثر اليوم. أحس أن الشلالات هذه بتطلع ساحرة اليوم يا الربع. طبعا هذه هي الشلالات اللي وراي مثل ما تشوفون، شلالات يعني مو بواحد 2 3، يمكن 6 7 شلالات مختلفة، ومنظر جميل جدا. بس للأسف يمكن ما أقدر أصور وايد لأنه في عري غير طبيعي في المنطقة هاي،
وخاصة يعني أن في شاب سألناه قال نحن في منطقة الهرسك أو دولة الهرسك، لأن بوسنا هي دولتين يعني ربطوه في دولة واحدة، جزئية كبيرة غير مسلم فيها، كنائس شفنا يعني في كل مكان، فالناس يعني مو مسلمين في الجهة هذه، فلازم واحد ياخذ حذره لأن مناظر مخلة صراحة، الناس متعرية ومناظر غير طبيعية صراحة. طبعا هذه الشلالات اللي وراي الربع كرافيتشا مايتها صراحة باردة شوي، باردة مو بشوي، باردة جدا، ما أدري ليش، لأن الماء نازل من الجبل أظني، فعشان تي باردة. يعني درجة حرارة مرتفعة اليوم، مع ذلك الماء نحس كأنه شتاء. Let's go. Let's go. قضينا وقت جميل وسط هذه الشلالات الساحرة، مكان أنصح فيه وبشدة. بعد ذلك اتجهنا إلى مدينة مستر، واللي تبعد 40 كيلومتر من الشلالات. طبعا نحن الحين وصلنا لمدينة مستر، اليوم جايين يعني عندهم جسر مشهور الناس كلها تنقز منه، ومو بأي واحد ينقز، لازم يعطونا تدريبات خاصة عشان تنقز منه، لأن الجسر هذا خطير صراحة، وفي ناس تأذت وماتت، فنبغي نشوف الجسر هذا كيف شكله. طبعا هذا البرج وصلناه، يعتبر من اخطر الابراج اللي الناس تنقز منها صراحه، ما ادري ليش الواحد يسوي شيء، يعني شفنا بعض الناس انصابت بعد، في واحده نقزت منها يعني سمعت انها اغمى عليها وطلعت يعني عندها اصابات خطيره جدا في الظهر. شوفوا الارتفاع عالي جدا، خطير جدا المكان، بس منظر حلو صراحه. تم تدمير هذا الجسر أيام الحرب البوسنية الصربية، وتم فتحه مرة ثانية عام 2004، واشتهر هذا الجسر بقفزات الناس وخاصة السياح الجريئة بعد تدريبات خاصة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، ادعمونا بلايك، سلام.